بين المناورات العسكرية والتفاوض السياسي تتحرك أطراف الأزمة شرقي البحر المتوسط. رغم تناقض المشهد ومآلاته المتعددة، يبدو أن كل جانب رأى فيه مقدمة للحل. في السياق، تكشف تركيا عن انعقاد أول اجتماع للوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر الناتو بشأن تشكيل آلية فض النزاع. وزير الدفاع التركي خلوص أكار أكد تأييد بلاده لتحديد آليات الحوار والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث الشرقي المتوسط. يأتي هذا استكمالاً لتوصل كل من أنقرة وأثينا في وقت سابق لاتفاق برعاية الناتو يقضي بإقامة خط ساخن لتجنب الحوادث في البحر والجو. تحركات للتهدئة تأتي بعد ساعات من لقاء لافت عقد في سلوفاكيا جمع وزيري الخارجية التركي واليوناني. اللقاء أسفر عن اتفاق الجانبين على عقد محادثات استكشافية من دون تحديد موعد لها. هذه الخطوات تأتي متزامنة مع ما وصفه البعض باستعراض للقوة من الجانبين، إذ بدأت تركيا مناورات عسكرية جديدة في بحر إيجا قالت إنها ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وكانت اليونان قد أجرت في وقت سابق مناورات بالذخيرة الحية شرقي المتوسط لتكتمل معها الصورة بين تصعيد في البحر ومساع للتهدئة على البر.